في الغالب يقوم رؤساء الأعمال بمعاملة الموظفين بكل قسوة. يتذمر الرؤساء كثيرا حتى وإن كانت الأعمال التي تم إنجازها جيدة. إذا ارتكب العامل خطأ بسيطا فمن الممكن أن يجعله رئيسه يندم على ذلك. وفي كثير من الأحيان يمارس رؤساء العمل الكثير من الضغوطات على العمال بدون أي سبب يذكر. في نفس الوقت لا يمكن أن يسكت كل العمال أمام تلك المعاملات القاسية. وفي هذا الفيديو سنشاهد معكم أغرب ما قام به العمال للانتقام من رؤسائهم. الانتقام بالمطرقة. كان وين كروك موظفا في مطار بريستو، كان يستمتع بوظيفته إلى أن جاء ذلك اليوم الذي قرر فيه محاولة قيادة طائرة على المدرج دون الإقلاع بها. كان يعتقد أن ذلك هو الأمر الصحيح الذي يجب فعله لأن الطائرة كانت متوقفة في المكان الخطأ، لكن إدارة المطار رأت أن ذلك خرق للبروتوكول الأمني وذلك يمكن أن يؤدي إلى حوادث خطيرة. تم فصل ويل من العمل واستعان بمجموعة من المحامين للحصول على تعويض مالي. رغم التعويض الذي حصل عليه إلا أنه لم يرضى بذلك وأراد العودة للعمل مجددا، وهو ما رفضته الإدارة. في سبيل الانتقام حمل وين مطرقة كبيرة ودخل إلى مقر إدارة المطار وحطم العديد من الأجهزة الرقمية والأثاث. ذلك سبب خسائر بقيمة 200,000 دولار. وعلى الرغم من أن وين استمتع بذلك إلا أنه وجد نفسه في السجن في نهاية المطاف. الانتقام البلغاري. تم تسجيل هذا المقطع في بلغاريا أثناء انشغال هذا العامل بتحميل الأتربة في الشاحنة باستخدام آلة حفر ضخمة. نرى أن أحدهم أوقف سيارته بالقرب من الشاحنة ونزل منها ثم بدأ يصرخ ويقفز في مكانه. من الواضح أنه المشرف على هذه الورشة وهو غاضب جدا. لا نعرف السبب وراء غضبه، لكنه عكر مزاج العامل الذي لم يستطع الصبر طويلا أمام تلك المعاملة. حمل الرئيس بعض الحجارة ورماها نحو آلة الحفر، وفي هذه اللحظة نفذ صبر العامل. وجه العامل آلة الحفر نحو سيارة الورشة وحطمها تماما. بعد ذلك حمل السيارة ورماها في الشاحنة. لابد أن الرئيس نادم على تصرفاته بشدة. التدمير. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نظهر بها لمدير الفندق مدى سوء معاملته للموظفين. يمكن إخباره بذلك بكل لباقة أو وضع تقييم رديء للفندق على مواقع الإنترنت. لكن هذا الموظف قرر القيام بفعل مجنون. ركب الموظف آلة حفر صغيرة وقادها مخترقا الباب الرئيسي للفندق ليجد نفسه في البهو. قام بتحطيم كل شيء في الداخل. لابد أنه شعر بسعادة غامرة أثناء قيامه بذلك. تم تسجيل هذا المقطع عام 2013 في أحد فنادق سلسلة ترافل لودج. وحسب بعض التقارير فإن الموظف كان يعمل في ذلك الفندق لمدة طويلة. وفي أحد الأيام نشب خلاف بينه وبين المدير الذي رفض أن يدفع له بعض الأموال المتأخرة والتي تقدر ب 775 دولارا أمريكيا. ذلك دفع الموظف لسرقة آلة حفر صغيرة من مكان قريب وتدمير الفندق بالكامل. لابد أن كل زملاء لأنه سعيدون بذلك إن كانت لديهم مشاكل مع المدير أيضا. الانتقام الرقمي. بالنسبة للبعض فإن العمل جزء من حياتهم ولا يمكن التخلي عنه. الابتعاد عن العمل قد يكون مؤلما للكثير من الموظفين خاصة إذا لم يتم بطريقة صحيحة. ذلك ما حدث مع المدير السابق لشركة إيسيلار المختصة في الأمن الرقمي. معرفته في هذا المجال ساعدته على تنفيذ انتقام بارد من الشركة. كان ريتشارد نيل أحد الأعضاء المؤسسين لشركة إيسيلار وعضوا في مجلس الإدارة ليجد نفسه خارج الخدمة بعد 5 سنوات فقط. ترك الشركة بعد أن اضطر إلى بيع أسهمه فيها. ذلك جعله يلقن بقية الشركاء درسا لم ينسوه أبدا. انتظر ريتشارد اللحظة المناسبة للقيام بذلك، وهو اليوم الذي عرضت فيه شركة إيسيلار خدماتها على شركة أفيفا التي تمثل أكبر عميل لها. قبل ليلة واحدة من الصفقة قام ريتشارد باختراق 900 هاتف من هواتف أفيفا. بعد ذلك هاجم نظام الاتصالات الخاص بشركة إيسيلار لمنع وصول الشكاوى للشركة من طرف العملاء. كما قام أيضا بمهاجمة صفحة الشركة على موقع تويتر واستبدال رمز الشركة بصورة قلب مكسور. خسرت إيسيلار حوالي 370,000 دولار بسبب هذا الانتقام. لكن ريتشارد وجد نفسه في السجن بعد ذلك. الكرسي المكسور.
في هذا الفيديو نرى أحد الموظفين يخطط للانتقام من رئيسه البديل. من أجل ذلك تم استخدام حيلة كلاسيكية للغاية، تم فك بعض البراغي من الكرسي وبقي مظهره طبيعيا. الخطوة التالية هي الانتظار، انتظار اللحظة التي يجلس فيها المدير في مكانه. جلس المدير في مكانه للحظات، وبمجرد أن حاول الاسترخاء بإمالة ظهره للخلف سقط سقوطا مذويا. لابد لهذا الرجل أن يخسر بعض الوزن. الانتقام بالمنشار. وفقا للتقارير فقد تم حرمان بعض العمال الأستراليين من رواتبهم. طلب العمال بحقوقهم لفترة طويلة وبعد ذلك قرروا الانتقام. استهدف العمال موقع بناء جديد كان رئيسهم مشرف عليه، وتم استعمال منشار كهربائي لتقسيم كل شيء هناك إلى جزئين. تم تصوير الانتقام بواسطة الكاميرا، تم تقطيع كل شيء بما في ذلك سقف مبنى قيد الإنشاء. لا أحد يعرف كيف انتهت هذه القصة. الوصفة السرية. نعلم أن المطاعم لديها الكثير من الأسرار التي تجعل طعامها لذيذا، والموظفون يفعلون كل شيء لإبقاء تلك الأسرار داخل المطبخ. ذلك يساعد على جلب الكثير من الزبائن. لكن ماذا لو شعر أحد الموظفين بالظلم؟ في عام 2015 قامت عاملة بأحد مطاعم الوجبات السريعة بالانتقام بعد أن تم طردها من العمل. تمثل انتقامها في الاستيلاء على صفحة تويتر الخاصة بالمطعم ونشر كل الوصفات السرية هناك. في المرة الأولى نشرت الوصفة الخاصة بصلصة القصب، ثم نشرت وصفة أخرى خاصة بطهي الدجاج مع قصب السكر. بعد بضعة أيام نشرت سلسلة المطعم بيانا تكذب فيه ما نشرته العامل على تويتر، حيث قالت الإدارة بأن المسؤولين الكبار فقط هم من يستطيعون الحصول على تلك الوصفات السرية، وأن العمال العاديين لا يعرفونها إطلاقا. لكن ذلك لم يحسن الوضع، حيث استمرت العاملة لاحقا في نشر وصفات أخرى من بينها وصفة الخبز ومختلف الأنواع من الحلويات. وفي النهاية إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك والإعجاب. في رعاية الله.